ان شاء الله. اليوم ازيك؟ عامل ايه؟ زعلان؟ اخبارك؟ عامل ايه؟ زعلان؟ انت يا ابني مش لسه قال ممكن. بالنسبه لك انا عندي سلطه كثيره، بس ما عندي شيء سلطه في البرنامج ده في بريطانيا. انا ما اعرفش الاشخاص اللي داخل المؤسسه دي مع الفلوس، وعمل ايه؟ اكتب رساله بريد الكتروني عايزين الفلوس دلوقتي عشان 25 يناير بعد اسبوعين. ممكن، بس يعني لا ده مش ممكن، ده مش بروفيشنال بالنسبه لي. بعيد عنهم، بس لوحدينا. انا عارف كده، انا افهم كده، بس انا بوحدي وما عنديش سلطه باي صوره. انا اجنبي في مصر، بس بحس وانا عايز بالنسبه لي يعني ابحث المشروع ده المهم بالنسبه لي زي جوليو، وانا عايز انتم زي نقابه بقى قايلين مع الفلوس بصوره رسميه زي ما بيقول المشروع بالنسبه للبريطانيين. بالنسبه لي ده المهم خالص، ومش عايز حاجه ثانيه. وانا اتمنى هم في المركز عايزين نفس الحاجة إن شاء الله. مش التفاصيل زي كده، بس عايز أفكار، زي مثلا عايز عندنا الفلوس ولازم نستخدم الفلوس، وهو مش كتير صح؟ مش فاهمني جوليو. هل نستخدم الفلوس دي في مشاريع مثلا باكيات وبتاع، ولا نستخدمها في مشاريع الحرية و... بس الحاجة السياسية صعبة في الحالة دي، كتير من كل العالم للحصول على الفلوس ده، فالموضوع مش يعني متأكد قوي. لازم نحاول على كده، بس لو عندنا أفكار منك مثلا والباقيين لازم نحصل على المعلومات. تمام. طب لهذا مارس معلومات زي ايه؟ ظروف. بنتي عاملة عملية يوم 5، ومراتي عندها عملية كانسر سرطان، فبالنسبة لي هشبط في اي حاجة، المهم تيجي فيها فلوس. بس محمد، انا ده الفلوس مش فلوسي، انا مش ممكن استخدم الفلوس باي صورة، عشان انا اكاديمي، ومش ممكن اكتب في الـ يعني application، يعني في المعلومات للمؤسسة في بريطانيا عايز استخدم الفلوس يعني بصورة شخصية، مش ممكن. ولو حدثت الحاجة دي يعني هي مشكلة كبيرة قوي بالنسبة للبريطانيين. طيب يعني مفيش بقى سكة تانية غيرها، مثلا سكة تانية استخدام شخصي؟ أنا مش عارف والله. والفلوس من خلال جوليو، خلال بريطانيا والمركز المصري، ومن المركز المصري للباع. ما أنا برضو هات يا نبي قهوة. أنا هات قهوة. مظبوط جوليو، قهوة إيه؟ مظبوط مظبوط. تبدأ من تحت على كلامك. صح كده؟ تاني حاجة، أنا عشان بنتي عاملة عملية فعايز عملية تانية، فأنا محتاج. أنا آسف، بس دي حاجة تانية. أنا مش عارف أي حاجة عن الموضوع ده بالنسبة للفلوس، والفلوس تيجي ممكن بعد مارس، مش دلوقتي، ومش ممكن نستخدم فلوس تاني قبل الحصول على فلوس المؤسسة البريطانية. تمام.